يسرى بتتكلم عن ان هي برضو في ابتلاءات متعددة، هي بتجتهد في شغلها لكن على طول في مشاكل، وعايزة دعاء التزم الأدعية بالذات. أنا قدر الطاقة بجمع من جوامع الكلم وبختم بيها نهاية الحلقة، وعلى أساس إن احنا نكررها أكتر من مرة، وبتبقى ساعات روح الواحد رايحة لمجموعة من الأدعية الجامعة. الدعاء الجامع بيبقى أدعية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى مما ورد عن أهل الصلاح بنحاول دايما نذكر بيها حضراتكم في ختام الحلقة، لأنه الأدعية الجامعة بتبقى كلمات قليلة ذات معاني كثيرة شاملة. أنا بدعو الله سبحانه وتعالى شيء جميل، لكن برضو جاء الشرع الشريف بتنبهنا إلى تعهد أوقات الإجابة بكثرة الدعاء فيها، واليقين بالإجابة، اليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب الدعاء. سيجيب الدعاء مش زي ما أنا عايز، سيجيب الدعاء بما فيه خير للإنسان، يبقى الإنسان بيسلم. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى في السجود، أدعو الله لأن وارد في أحاديث بعد الصلاة أدعو الله سبحانه وتعالى، في الجوف الأخير من الليل عقب الصلوات المكتوبات ساعة الجمعة، دي أوقات الإجابة اللي حضت عليها ونبهت إليها السنة النبوية المطهرة، فالإنسان يركز فيها في الدعاء وهو بيدعي بحضور قلب. وعليك كذلك بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وجه النبي الكريم الصحابي الجليل اللي كان بيقضي بيذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة، فقال له إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم فرجا ومخرجا. وفي الختام نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء.